ايوه 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 اتفضلي. مساء الخير، بتاع مساء الخير. النور، كنت اتفضلي. عايزه ازيك يا اكلم مدام منى؟ الدكتور. اه اهلا طبعا بيك، اتفضلي. اتفضلي. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. انا ابني عنده 40 سنه ومنفصل عن مراته، واترخص بان هو عنده ثنائي قطب، فكنت عايزه اعرف ايه الاعراض، تمام تمام ويعني نبدأ معاه يعني نجبره عن ان هو يتعالج، ولا نسيبه براحته، ولا ايه بالظبط يعني؟ تمام تمام ألف ماشي، سلامة عشان هو عليك. رافض العلاج يعني. ماشي يا دكتور، أنا شكرا. بشكرك العفو، تحت تحت أمرك. امرك. ماشي، مع السلامة. بالنسبة لمدام منى، موضوع ثنائي القطب ده حاجة تانية بقى خالص، غير ثنائي الوسواس القطب. بالظبط. هو المرض، اضطراب ثنائي القطب ده مرض بيصيب المزاج. يعني ابس اند داون. بالبلدي كده يعني بنقول عليه حبة فوق وحبة تحت. يعني مزاجنا وحش شوية فترات وحلو بزيادة زيادة. فترات. طبعا دي مشكلة. مشكلة ليه؟ لأنه في الفترات اللي بينزل فيها أو يطلع فيها ممكن في يعطلنا، كوارث بتحصل. عن حياتنا. نفس القصة، يعني هو العامل الأساسي اللي بيحدد المرض النفسي تعطلنا على الحياة. يعني لو أنا عندي أعراض اكتئاب، بنسميها حزن يعني، وأموري ماشية، بروح شغلي، بنام كويس، باكل كويس، علاقاتي كويسة، مع إني حزين، خلاص عادي. مفيش مشكلة، ما أقدرش أقول عليك مريض اكتئاب. إنما لو الأعراض دي خلت وظايفي تبوظ، عطلت حياتي، عطلت حياتي بالظبط كده، هنا لا بقى هتبقى مشكلة هنا في مرضية. مشكلة. بالنسبة لموضوع ثنائي القطب، بيجي له نوبات من الاكتئاب. اكتئاب يعني أنا متضايق، ماليش نفس، مفيش حاجة بتبسطني، أكلي يتغير، نومي يتغير، ساكت، منعزل. دي نوبات اسمها نوبات الاكتئاب. القطب الثاني هو بيسموه ثنائي القطب عشان ليه قطبين، قطب الاكتئاب ده قطب، القطب الثاني قطب الهوس. الهوس ده اللي هو العكس، المزاج الحلو بزياده. وده اعراضه، يعني في اعراض مشهوره منه جدا، زي او يعني اشهرها قله النوم او قله الاحتياج للنوم. يعني انا ممكن انام ساعه او ساعتين احس او ما بايه؟ انامش، وانا قاعد يومين ثلاثه اربعه وفايق جدا واقدر اعمل اي حاجه. ومريض الاكتئاب كمان ممكن يجي له قله نوم، بس قله نوم تبقى مع مريض الاكتئاب بتبقى ده معاها حزن طبعا. تعب، تعب، يعني انا مش قادر، انا تعبان. انما مع الهوس الناحيه الثانيه بيبقى مش قادر، انا ما نمتش، في نفس الوقت انا قوي جدا، انا هعمل اي حاجه، انا هايبر جدا. هايبر جدا بالظبط. عشان كده بيبقى معاها برضو حاجه اسمها فلايت اوف ايديز، بيتكلم كتير، بيتكلم في كتير، مش قادر، عنده بريشر تو توك، مش قادر يبطل كلام، لدرجه اللي قدامه ممكن يقول له كفايه كلام يا فلان، كفايه، بيتكلم في اي موضوع طول الوقت ما بيبطلش. وبرضه يبقى عنده شويه حاجه بنسميها ديس انهبيشن، يعني بيتعدى الحدود. يعني ممكن انا اقول كلام معين قدام حد معين، هو صاحبي، هو مقرب مني، انا ما ينفعش قدام حد مش معرفوش اقول كلام ما ينفعش يتقال. فهو في المرحله بتاعت الهوس دي بيتعدى الحدود. ممكن يعمل حاجات مثلا هو مش متعود يعملها، غير مألوفه في حياته الطبيعيه، لما يبقى عنده الـ يعني المود العادي او اللي بالظبط مايل للكآبة، بالظبط مثلا ان هو ينزل يشتري حاجات كتير قوي بالظبط بفلوس كتير قوي، بالظبط. وبعدين يفوق بعد كده ايه الفلوس اللي انا ودي علامة صرفتها. من العلامات المهمة، انه بيصرف فلوس كتير جدا يصرف فلوس كتير جدا مبقاش جدا حاسس، جدا، وحاجات غالية جدا صح. جدا، وبعد هو كده احتياجه ان هو ينزل يشتري حاجة وليكن ب 1000 جنيه، وهو معاه 10000 جنيه، بيخلص 10000 جنيه، هيخلصوا. لازم يخلص، لازم يخلصهم. على فكرة بيبقى مبسوط لما بيخلصهم. بس هو لا، بعد كده، لا، لا بعد لما بيفوق بعد كده طبعا لما بيوصل بيتصدم، لكن لوعي هو وقتها عادي جدا وهو بيصرف. جدا جدا، وبقى عنده ثقة في النفس، بل مش ثقة في النفس، غرور كمان عالي جدا، وهو حاسس ان هو بنسميه عنده عظمة. يعني انا وانا وانا، عنده الانا عالية قوي في الفترة بتاعت الهوس دي، انا ما فيش زي، يعني انا خلاص انا قاعد في كل حاجة وفي اي حاجة. وللاسف دي حالة يعني صعبة، صعب التعامل معاها، لانه ممكن يتخانق، ممكن يكسر، ممكن يعمل مشاكل كتير مع الناس، وبالتالي بتبقى مشكله، مشكله صعبه على الاهل. عشان كده مدام منى كانت بتقول هل هو مش عاوز يتعالج، هل نوديه يتعالج؟ طبعا ده محتاج يتعالج، حتى لو مش بارادته، بعد كده مع الوقت لو هو مش مقتنع. لا بالظبط يعني حتى احنا نحاول نحاول نقنعه، معاه. ما اقتنعش، لا نحاول نوديه حاجه نفسيه ويتعالج طبعا، لانه مهم جدا وهيفرق معاه في حياته، وهيفرق مع الاهل كمان، هيفرق مع الاهل خالص.